الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. قبل يوم وصلني خبر موت ملكة بريطانيا، وهو خبر بالنسبة لنا لا يعني هامشي جدا، لا يقدم ولا يؤخر، ولكن أحيانا يعني إنسان الفضول يثيره ما الذي سيحصل، ما هي النتائج كذا، خاصة بريطانيا من الدول العظمى التي لها أثر كبير على بلاد المسلمين. طبعا أثرها كلها مأساوية، يعني لا نذكر في تاريخ بريطانيا شيئا واحدا يشرف مع المسلمين. كل تاريخ بريطانيا من أوله إلى آخره، يوم كانت جزيرة مهجورة في البحر وجاءت منها الحروب الصليبية، إلى وعد بلفور، إلى البهائية، إلى الوهابية، إلى القاديانية، إلى تقسيم، إلى احتلال بلاد المسلمين، إلى سرقة ثروات المسلمين، إلى تقسيم المسلمين، إلى معاهد السايكس بيكو. يعني ماذا نفعل؟ يعني كما يقول المثل الشائع عند أهل الشام: ماذا أتذكر منك أيها السفرجل، كل عضة بغصة. هذا تاريخ الإنجليز. طبعا نحن لا نعمم، من أسلم من هؤلاء صار أخا لنا في الدين، ونحن ليس عندنا قومية بحيث هذه الأمة نحن نبغضها ونكرهها لأنها الأمة الفلانية، لا، كل ذلك الحب والبغض عندنا أعراض جاءت بعد أفعال جاءت من هؤلاء القوم. ولكن حينما أرى الخبر الأول على وسائل التواصل وأرى نموذجا غريبا، تعازي حارة من أبناء مسلمين، وبعض الناس يقول يأتي بالقصة التي يعني سبق أن سمعناها أنها من أصول ربما كانت من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حيث اختطف آباؤها في فترة سابقة وجيء بهم من أجل تحسين النسل في تلك المنطقة. طبعا هم نصارى وكفروا بالله سبحانه وتعالى، إنما آباؤهم وأجدادهم كانوا من السبي، قد يكون هذا الأمر. وأول من طرق هذه القصة هو الشيخ على جمعة شيخنا، وحصل السخرية واستهزاء آنذاك، لكن الشيخ واسع الاطلاع ويعني مثقف كبير، وهو يعي ما يقول، وهو في مركز يعني مهم جدا ويتكلم الإنجليزية والفرنسية، فهو يعني لم يتكلم إلا بعد أن اطلع على دراسات في بلادهم تقول هذا الكلام، وهي لكن لا تقدم ولا تؤخر عندنا. ولكن الذي يبحث عن السخرية سيسخر ويهزأ، خاصة حينما تكون الثقافة ضحلة في أوساط يعني ليست مثقفة. على كل حال، حتى لو كانت ها من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كما قال بعضهم، لن تكون أقرب من أبي لهب وأبو لهب. نقرأ مصيره في كتاب الله عز وجل سورة كاملة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قاعدة التفاضل عندنا هي التقوى والعمل الصالح، ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت الفروع من باهلة. ولكن لنا وقفة فيها عبرة وعظة، أو أكثر من وقفة. الوقفة الأولى: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، كما قال العربي القديم. حتى لو ملكت الدنيا فاستعد للساعة، ساعة الرحيل، فكيف بمن يختم له على غير دين الإسلام والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هذه معروفة ويعرفها الناس جميعا. الموت بحد ذاته عبرة عالية جدا لمن أراد أن يعتبر، كما قال سيدنا عمر: كفى بالمرء وكفى بالموت واعظا. ولكن لوقفة، طالما تساءلت لماذا يحافظون على النظام الملكي والديمقراطية جاءت من بريطانيا، وحقوق الإنسان
والحرية، لماذا يحافظون على الملكية؟ طبعا ليست ملكية استبدادية، وليس الملك له سلطات لا حدود لها، إنما لماذا تنفق الأمة الإنجليزية ملايين الجنيهات بل ربما المليارات من أجل هذا؟ لماذا تحافظ على قصر باكنغهام؟ ما الفائدة؟ السر في هذا هو الأسرة النموذجية، أسرة تكون قدوة، لذلك هؤلاء يعلمون بطريقة خاصة، يأكلون بطريقة خاصة، يتدربون، حتى كثير من أبناء العرب والمسلمين من علية القوم ربما أرسل ولده ليتعلم في أماكن يتعلم فيها هؤلاء الناس، طبعا من علية القوم الملوك والأمراء وكذا، حتى يتعلم يعني هذه الطريقة في التعامل، الأكل بطريقة معينة، نظام الحياة بطريقة معينة، يعني يوجد انتظام ونظام. فحينما نرى أن هذا البيت الذي هو بيت رمزي لتلك الأمة قد استشرى فيه الفساد، وكل من كان كهلا الآن ربما عاش أحداث حديث الصحف الإنجليزية عن علاقات أميرة القصر آنذاك ديانا وخيانة تلك المرأة لزوجها وخيانة الزوج تشارلز لزوجه. الأمر لم يعد قيل عن قال، صار حديث الصحف وحديث الإعلام، حتى قيل إن حادث موتها كان مدبرا. فبدأ السؤال، أي رمزية في هذا البيت الذي دخل الفساد فيه؟ وحصلت مطالبات بإلغاء الملكية لأنها ترهق المواطن بدفع المبالغ الهائلة، مطال أصوات وإن لم يلتفت إليها، لأن الإنجليز أمة تقليدية تحب التقليد، تحافظ على تراثها حتى في الشكل، لاحظ تاكسي لندن مثلا. قدوة لم يوجد، ذهبت القدوة، هذه الأمة التي بدأت منها أبحاث الفيزياء الحديثة وانطلقت منها النظريات الأولى للمنهجية الحديثة، ولكن بغياب الوحي انظر إلى حالها، ما الذي يمنع شابة جميلة ترى زوجها يخونها أن تفعل الشيء ذاته؟ تراقب من؟ الله بالنسبة لهم شيء تاريخي، لم يعد الدين حاكما، الحضارة علمانية مادية بحتة. ثم الناس حينما يرون هذا بدأ الفساد يستشري، قوانين لحماية الدعارة، وأشد أنواع الدعارة، أخبث أنواع الدعارة، الدعارة التي من أجلها أهلك الله تعالى قرية كاملة، قرية يعني مدينة عظيمة، ودمرها وسحقها بعد أن كانت ممنوعة جدا وكانت مجرمة، تحولت إلى أشياء مشروعة. لماذا؟ هم يرون القدوة وهي تنهار. أما قدوتنا، قدوة المسلمين جعلت الإنجليز يدخلون في دين الإسلام، تجد الآن أحياء لا يكاد يخلو حي إلا وفيه مسلمون، ربما حي كامل مسلم، هذه سنة 1850 لا يوجد فيها مسلم واحد. الآن أذكر قبل أكثر من 20 سنة سمعت
في إحصائية حصلت في بريطانيا أن اسم محمد من أهم أربعة أسماء، يعني من أسماء الأربعة الأكثر تداولا في بريطانيا يا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه قدوة حقيقية. هذا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام الذي وصل سنة أظن 96 أو 95 وصل عدد من تسمى باسمه أكثر من 60 مليونا مسجل، يعني أحمد محمد، ليس أحمد وليس محمود وليس التفريعات الأخرى. قبل أكثر من 20 سنة، قبل 25 سنة، أكثر من 60 مليونا، وهو يغزو بخلقه بقيمه تلك البلاد وتلك الرمزية العظيمة التي عني اعتنى بها القوم. سمعت أنا خبرا لا أدري هل هو صحيح أو لا، أن كلفة التغيير إلى الملك الجديد ربما كلفت 8 مليار دولار، مبلغ خيالي، ما بين تغيير العملة وتغيير الرموز وأشياء كثيرة. سمعت هذا الأمر، والنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام الذي حاربه أجدادهم الأولاد يدخلون في دينه، وتلك الرمزية الوهمية فقط في الصور، أما الواقع هو عظمة الإسلام الذي ينبع من سيرة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أما إخواننا هؤلاء الذين يبكون ويتباكون ويتباكون ويظهرون التأثر والتعازي وكذا، يا أخي ربما مات أقوام عظام جدا جدا وأنت لم تسمع بموتهم، ولم نسمع لك صوتا ولا همسا. فاعرفوا أنفسكم واعرفوا قدركم واعرفوا تاريخكم واعرفوا حضارتكم، هداكم الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.